مرحبا داويد. مرحبا أليسيا. داويد، أستطيع أن أرى آثار أقدامك على السجادة، هل يمكنك مسح حذائك على السجادة من فضلك؟ بالتأكيد سأفعل ذلك. حسناً، هذا يجب أن يكون جيداً. لنذهب إلى مكتبي. حسن، هل تتذكرين القهوة التي حصلت عليها مع القسيمة التي قمت بتنزيلها؟ هذا المقهى لن يدعني لشأني الآن في كل مرة أفتح فيها بريدي الإلكتروني. كل ما أرى هو القهوة. قهوة. 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 يرسلون لي 10 رسائل في اليوم. أتحقق من حسابي على الفيسبوك والإنستغرام والجوجل الخاص بي. هناك دائما إعلان عن القهوة. أنا حتى لا أحب القهوة يا أليسيا. داويد، إذا كان هناك شيء واحد يمكنني أن أعلمك إياه فهو أنه لا يوجد شيء اسمه الكثير من القهوة. بغض النظر عن المزاح، أعتقد أنه من المحتمل أن يكون له علاقة ببصمتك الرقمية. حذائي المتسخ ليس له علاقة بهذا. ليست بصمتك الفعلية، بصمتك الرقمية. عند زيارة مواقع الويب أو استخدام الإنترنت أو إرسال بريد إلكتروني فإنك تترك وراءك بياناتك. هل هناك أي شيء استخدمته على الإنترنت اليوم؟ لقد تحققت من بريدي الإلكتروني والإنستغرام والواتساب والفيسبوك. في كل من هذه الحالات ترك بعض المعلومات ورائك يمكن للشركات الوصول إلى هذه المعلومات أو إرسال الرسائل إليك، وهذا ما يسمى بالإعلان المستهدف. لا يوجد لدي فكرة. يمكن للشركات والشرطة والحكومات وأصحاب العقارات وأرباب العمل وحتى مجرمي الإنترنت الوصول إلى هذه المعلومات. يتم حفظ كل بريدك الإلكتروني ومنشوراتك وصورك وبحثك على الإنترنت للأبد. ماذا لو حذفت أشياء أو أغلقت حسابي؟ ألن تنتهي هذه المشكلة؟ ليس تماماً، ولكن هناك عدة طرق لإدارة بصمتك الرقمية. أولاً، أوصي باستخدام التصفح الخاص، يعرف أيضاً باسم وضع التصفح المتخفي. إذا كنت تستخدم التصفح الخاص، فلن يتمكن بعض الأشخاص من رؤية نشاطك على الإنترنت. التصفح الخاص مختلف قليلاً في كل متصفح. في جوجل كروم، سترى زراً لوضع التصفح المتخفي. اضغط على هذا الزر، وستكون في وضع التصفح المتخفي. كان هذا سهلاً؟ ماذا يمكننا أن أفعل؟ يمكنني إجراء المزيد من البحث وإرساله إليك، ولكن هل هناك أي شيء يخطر ببالك؟ يمكنني تغيير إعدادات الخصوصية الخاصة بي من على الإنستغرام والفيسبوك واليوتيوب، جميع حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بي. هذا جيد، يجب أن أفعل ذلك أيضا. يمكنني تسجيل الخروج من المواقع الإلكترونية عندما أنتهي من استخدامها. فكرة عظيمة أيضا. لا تحفظ معلومات بطاقتك الائتمانية أبداً. أنا أعلم أن لا أفعل ذلك أبداً يا أليسيا. والأهم من ذلك، لا تنشر شيئاً ما عبر الإنترنت إلا إذا كنت موافقاً أن يراه الجميع. من الشائع أن ينظر أصحاب العمل إلى منشورات مقدمي الطلبات قبل التوظيف. علي أن أشارك هذه المعلومات مع ابني. نعم، من المهم أن يكون حذراً. كبرت وعرفت شخصاً كان متنمراً عبر الإنترنت، كان دائماً ينشر نكات اللئيمة عن الناس. غالباً ما أظهرت النكات عدم التسامح تجاه ثقافات الأطفال ودياناتهم. انتهى الأمر به إلى طرده من وظيفته لأنه أدلى بتعليقات مماثلة حول أحد زملائه في العمل، ووجدت شركته تاريخاً من المنشورات غير المتسامحة. لذلك حتى بعد عدة سنوات كانت بصمته رقمية مشكلة بالنسبة له. لقد كان درساً صعباً تعلمه قد تذكره من درسك الثقافي للولايات المتحدة الذي ينص على أنها تحظر التميز على أساس العمر والعرق والجنس والإعاقة والأصل القومي. نعم، نعم، أتذكر ذلك، أتذكر ذلك. حسناً، الآن بعد أن تعرفت على البصمات الرقمية، يمكنك إلغاء الاشتراك في كل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالقهوة. شكراً لك يا أليسيا، يجب علي أن أقوم بتنظيف بصمتي الرقمية، ولكن الآن من فضلك أحتاج إلى تنظيف آثار أقدامي في غرفة الانتظار.